وسير الله يحفظك نهار الشيطان من بعد منا عطينا اتساع نهائيا لهبطنا المغرب ما تنعرفوكش ما تجيش عندنا ما نعرفوكش نهائيا فين كاين عطيونا الشبر ديال اتساع الى نقدموا بكم ديك الساعه للمخزنه. السلام عليكم خوتي كي دايرين لاباس عليكم صحه لاباس الامور هانيه نتمنىكم ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. صوفيا مالك انت راه قالوا لك ما تشكي ما تبكي كي مريضه سدي فمك قولي عزي نقولوا عزي بقيتي تشكي لا ما مريضاش انا بخير بخير ها كشتي انا انا مليحه انا انا راني قريبه نموت ولكن راني عندك لا لا لاباس عليا انايا وهما يقولوا وانا نقول ما يكون على خاطركم تحيه لحبابنا فرنسي هاي السلام عليكم اخوتي خواتي هادي كي دايرين لاباس عليكم نتمنى من الله تكونوا على لاباس وتكونوا على بصحه جده زريوي وبغينا حتى حنا ان شاء الله نكونوا على لاباس ونكونوا على بصحه جده وكما فاولتوا علينا بالصحه الله يعطينا الصحه 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 ونتمنوا الصحه ونتمنوا لكم الجميع زريوي اي عادك ترجع بالرونه يا وليدي طيح حق سيدي ربي رجلك على الحافه حق ربي راه انا كنعرفك كتغيبي كنتي باغا هافيا راه باقا جايه طالعه مع الدروج كنتي بغيتي قوالبات تاع السكر ويا قوالبات هو قوالبات ديال بصح من هنا الروضة الله يستر سكتي شوف الله يحفظ دروج شحال من كنت الدروج عامره دروج عام ما قالك ما تشكيش لا 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 بخير ولا خير كلشي زين يكتي في بلجيكا انا في بلجيكا يكتي في اوروبا حمدنا الله شكرناه يا بوك يا بوك النهار المسخوط هو تشكي فيه لا زريويل اي كيدير والله الا زريويل ما حدوها زراقق راه لاباس عليه راه لاباس عليه والحمد لله اختي اني جيت عند جميله اختي تقرا لي نقرا لها معاها شي وراق قرات معايا شي وراق ودابا راني هانتم بعدا نداكم من جديد يلا ساليت الخدمه ودزت عند الطبيبه ديالي جبت هاد الورقه هاد الملف هادو فيها شي وراق كما يقولوا باللانغريك هاد الوراق هما اللي يقولوا اه ولا يقولوا لا يقولوا اه ولا يقولوا لا ان شاء الله في المحكمه ولكن نتمنى من الله يقولوا اه سميتها هذا هو الفصل بينات في المحكمه ان شاء الله اللي غادي يبين الحقيقه وغيبين من الخدمه مشيت عند الطبيبه جبت هاد الوراق وجميله جيت عندها قرات معايا شي وراق هنايا وان شاء الله يكون خير ان شاء الله يكون خير دابا هاد الورقه هاد الوراق اللي تشوفوا هنا راه دفعت عليهم فلوس صحيحه وراه غادي دابا ملي غنمشي دابا غنمشي للدار ومن الدار غنهز سفيان ونهز زيان ونمشيو عند المحامي اش عند المحامي دابا ضروري نعطي للمحامي هاد الوراق اليوم راه كيتسنى فيها حيتاش هاد حيتاش اصلا كنا نسحبوا هاد الوراق ما يجوناش وكان المحامي حنا عندنا حضره هاني معاكم ما نحرقش في الشهر الجاي الشهر الجاي ان شاء الله عندنا الحضره هاني معاكم وغنصور معاكم فيديو اكيد وكان المحامي قلنا ليه راه عيط ليه نيت عبد الرزاق قال لي راه الاوراق ديال باقي ما جاوش الاوراق اللي طالبهم قال ليها قال لي اجل المحكمه ولكن كاين داش قال لي نحضروا بلا هاد الاوراق ولكن كنت مخلوعه من ديك التاجيل حيتاش المحكمه اللي اجلتيها سيري ميعاد الصيف ياه تطول شوفي مين انا في المحكمه راه باقي ما مشيتي تدي المغرب كانوا صيفطوا لينا كنا ما عارفينش اصلا تاعتاش خلصوا هذه خلصي العون خلصي هذه خلصي ديك وكيما قالت الطبيبه دابا قالت لي علاش هادشي كله هذا كيطيح زيدو قالت لي طيحوك في الستريس وفي قالت لها طحنا في الستريس وطحنا في الاعصاب ولكن القانون 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 الحمد لله الحاجه الوحيده اللي تنتمنى من الله هي القانون يحكم بالعدل لا الحكم كيحكم بالعدل كيحكم بالحاجه الزينه وضروري يحكم بالعدل بالحاجه الزينه اللي عنده شي حق غادي يديه اللي عنده شي حق غايديه ولا بهاد الوراق يا اما يحيدوا لها الوراق ديالها يا اما يعطوها الوراق ديالها لا هي ولا بنتها واخا جميله قالت هاد الهضره انا اصلا هاد الهضره ما تنبغيش نبقى نفكر فيها نفكر فيها وما تنبغيش نبقى نسمع فيها لحقاش طيحوني في اكتئاب مرات خفتي ترجعي لايامات الحريق قلت بلا ما تذكري انا راه مثلا هاد المره ما كاينش حريق كاينش حا كاين طرد هاد المره كاين شد من الراس حط في الطياره يعني اخوتي نتوما تحسوا بيا راني ولكن يكون خير ان شاء الله نتوما تحسوا بيا يعني عرفتي شناهو تكوني كنتي قبل بالوراق 10 سنين وتتلاوحي وفي الاخر عاد يعني تضرب كلشي في الزيرو بعد معاناه وبعد جهه ما جتها وبعد
بعد يا ما عاوننا مسكين وباذن سيدي ربي يعني بعد وبعد راني مشاركه معاكم كل شيء وتصوروا في الاخر هادشي كله في سباب بنادم اللي ما تيرحمش. هادشي كله في سباب بنادم اللي ما تيرحمش، بنادم اللي ما تيحش لا بكبدته ولا بكبده الناس، ولكن كاين ربي، ولكن ربي ما كيخاي. يا ياسين السلام سلام خوتي خواتاتي لاباس. وقال لهم سير عطي سير 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 ماماك جايه ماما سير لي نعطيك. هو هادشي كله اللي تنعاني فيه واللي تندوز فيه كما قالت جميل اختي بسبب بنادم اللي ما تيرحمش. انا تنعطيكم انا نعطيكم واحد الميساج يعني اكيد انا دوزته. تنتمنى راجل ولا امراه، لا المراه لا حقرت على شي راجل ما طحنوش ما طحنوش وتشوف بينه وبين الله وتحن شويه، ماشي ماشي حين لقيتي واحد نقطه ضعف تحسكيه. وتنتمنى الراجل اللي حقر على شي امراه ولقى فيها شي نقطه ضعف ماشي على القفاز ديك نقطه ضعف من دخلها طحنها. كاين ربي كاين ربي كاين ربي. انا راه عطاوني انا اضرب وعف انا تعطوني فرص باش نقدر نمحيت انا ندير انا دوك الحوايج، ولكن لا حيت اش نقول لكم انا كنت درت يدي في يدك اه كون محيت انا وياك حق سيدي ربي تنمحي لك الطاطير ولكن ما لقاش لك مندوب. هذه شكل انا ديما تنقولها في الفيديو تنقول لكم ولكن نمحيه بالقانون وبالشرع. انا تنقول لكم ديما جميله راه يعني بحالي بحالها حنينه مساعدات ولكن جميله من النوع اللي انا تعجبني فيه وتنبغي الناس يكونوا بحال هكا ما تسمعش في حقها ما تسمعش في حقها. انا هاد العاده لا ظلمنا شي حد نديروا بين هاد الضراف ونطرطقوا. انا هي مختلفه عليا في هاد الحوايج ولكن ما تظلمش ولا ما تظلمش ما تظلمش ولكن واحد باش يسرق لك حياتك 18 عام تاع الحياه اكثر ويزيد يأزمك وديما في أزمات قاصحة أزمات يعلم بها الله. أزمات عارف شنو أزمات يفرقك ما بينك وبين بنتك يا. يفرقك بينك وبين عائلتك يا. يشردك يلوحك لبلادات الناس يا. وانتي لا حول لك ولا قوة. مازال اللي تيدير علاش نقولو يستاهل. أما أنا الحاجة الوحيدة اللي تبقى فيا قدرت علاش قدرت غير علاش درت شي فلافوت مع الطرف الثاني قاصح نشوف تنعي ونقول نستاهل، ولكن انا الطرف الثاني راني ما درت معاه غير الخير واخا ما باغيش نذكر داك الخير. ودابا ودابا راه هما كيتفرجوا راه كيتفرجوا شوفوا الله يحفظكم يعطيكم الستر بعدو من جهان ما كتعرفوهاش ما كتعرفكمش ما هيش بنتكم ما هيش خوتكم ما بينكم وبينها حتى شي حاجه. ما تجيوش حتى لاخر لحظه وتطالبوا بان بدمكم وتطالبوا بالاخوه ديالكم وتطالبوا بالابوه ديالكم. راه نتوما والو نتوما ما كتسووش. انا نقولها لكم من هنا شكون هي ام جيهان؟ هي جميله هي نزهه هي امي هي خوتي اللي ضربوا عليها تماره اللي كبروها اللي وصلوها ضربنا عليها بالرق الناشف باش كبرنا ديك الدريه. وانت جلستي 7 سنين جيتي عطيتيها 50 درهم ودابا كبغيتي تطلب بحقك كأب ما كتسوى والو. وسير الله يحفظك نعش الشيطان بعد منا عطينا اتساع نهائيا لهبطنا المغرب ما تنعرفوكش ما تجيش عندنا ما نعرفوكش نهائيا فين كاين. عطيونا الشبر ديال اتساع الى شحال هذه ما قدمناش الاجراءات ديالنا من بعد من نهبطوا المغرب وتوقع شي حاجه ولا تجيو عندنا ولا شي حاجه نقدموا بكم ديك الساعه للمخزنه ما كنعرفوكمش صافي. ما جيش دابا تغني غنية راني باك اولا راني خوك ما كايناش هادي كاين الله حيت ما حنيتوش مدة 18 عام ما حنيتوش كاين الله. وكان غير واحد السيد اللي من دمكم هو نقلة طيبة صادقة الحنينة هي اللي دخلت بالخيط ابيض ووصلت هاد الدرية لهاد البلاد. هذاك ما نساوش خيره من اول نهار من اللي كانت جيهان في كرش امها. هو مزيان هو مزيان باقي ما كننساوش حنا خير الناس طيبين يا. تحيه لي خويا وتحيه لعائلته وليداته ومرته كلشي. وانتوما الله يعاونكم الله يسر لكم ما بيجي ما شوف
ما عمركم ما تلقاو منا شي اداه، ما عمرنا غنتجهوا المخزن معاكم، ما عمرنا غنطلبوا بحقنا معاكم، ولكن عالثقه 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 لحقاش صافي الله يجعل البركه. رحنا يعني خديت لي فيه الكفايه. اه راها مرضت بسببكم. اه مرات ما بقات قادره على ما حيك لا والو، حيتاش داك ملي كنت نعيط وانا حارقه وتنطلب عاونوني عاونوني عاونوني، كنت تسحبوني هات نتفلا ولا نضحك، او داك تشد ديك الساعه جيهان صغيره كتسحبوني عن يعني عن دعيكم وعن شد الفلوس. انا ما كنت نقولها من الاول ما باغا لا ريال، وقالوا لكم تا خوتي قال لكم ما باغي لا ريال لا جوج لا حتى حاجه. ها الدريه كبرات وها كلشي كبر، شنو بقى هو تيبقى التعامل مع الناس. ملي كنت كنمشي انا للمحكمه وكنعطي الفلوس كنجي من كازا الاسي ورافعين دعوه ديال الصلح وديال الفراق الزوين وديال الحاجه الزوينه. ما بغيتوش هذيك الساعه، كنتو كتضحكوا عليا اه، وما كنتوش كتجيو، ما كنتوش باغيين تصلحوا الجره. دابا راه ما كاين والو، دابا ما كاين حتى شي حاجه، كاين حتى شي حاجه، حتى حاجه ما كاينه، غير هي كل واحد يعيش في مرتبته ويعيش مرتاح ويعيش بخير. الله يعاونك والله يعاونها والله يعاون بنتها، الله يعاون الجميع، الله يعاون الجميع، الله يعاون الجميع. وحنا راه كيما حنا راه حنا هي الحاجه الوحيده هي اللي انا خديتها في صحتي، انا خديتها في صحتي. يعني دابا الحمد لله، دابا حاليا الحمد لله احنا غاديين في هذا الاجراء وبسببكم هادشي واقع، هادشي واقع وبسببكم هادشي علاش جبدناكم امرا، ما كناش كنجبدوكم، بسببكم هادشي واقع. وانا غنمشي غنمشي كاع البلاصه اللي ان شاء الله يكون كلشي مزيان. تنتمنى انا خلات دابا الطبيبه ديالي اللي نمشي عندها قالت لي باش عرفتي راه جات اليوم واش عندك احساس، قالت لي حسيتي، قلت لها والله الا انا عندي احساس بما راه غنمشي غنلقاها عندك. قالت لي والله الا شافت فيا حكم، قالت لي الله يعاونك على هذا الشيء لحقاش، قالت لي راه دخلوك المرض اكتئاب. واش نقول لكم، هضره كثيره وتنهضروا تنهضروا وتنقيسوا ما باغين، ما بغينا نهضروا راه ما باغين نعداو مع حد، ما باغين نصلح مع حد، ما باغين مشاكل مع حد. والطرف الثاني راه تيعرف خوتي، تيعرف والديا با الله يرحمه مسكين، تيعرف الوالده من اطيب خلق الله، ولكن لا يحن. وانا كنت نبكي وتنعيط عاون 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 عاون، والو ما كاينش المحنه. ما علينا مثلا واش نجبد هذا الشيء، لحقاش ملي تنجبد هذا الشيء تيتشدوا لي الاعصاب في العنقره ديالي. هادشي سيني انا غنشارك معكم ثاني ان شاء الله سبيطار نهار ربعه في الشهر. انا عزبه في دارنا، عزبه في دارنا، وتعقد من الزواج على قبل هذا الزواج. انا عزبه في دارنا وتعقدت من الزواج على قبل هذا الزواج، ولكن الحمد لله الحمد لله، ولكن الحمد لله الحمد لله. المهم اخوتي هاي غتبع معكم الاجراءات اللي غدير، غادي تمشي عند المحامي وغادي تشوفوا شنو كاين، ونخليكم على خير اخوتي. وراه هضره جابت هضره، وما كاين حتى شي حاجه، راه ما كاين، راه شوف راه ما كاين حتى شي حاجه. الا بقيتوا نتوما في بلاصتكم حنا بلاصتنا، راه ما كاين حتى شي حاجه، راه ما كاينه حتى حد حتى هاد الساعه، راه ما كاين الحمد لله. وليدا شي حاجه ربي فوق ربي فوق منا، ما كاين حتى شي حاجه. كيما قلناها في الاول، كيما قال اخويا محمد، كيما قالتها امي، كيما قلناها كاملين حنايا، الحاجه الوحيده اللي نبغوا لينا وليكم صافي، كل واحد يبقى في مرتبته والتقار، الله يعاون الجميع، الله ييسر الجميع. هي عاد بنادم لا مراه ولا راجل اللي حقر على شي حد يدير بينه وبين الله، صافي يدير بينه وبين الله بارك. اما انا راني ما عمرها جات شي حاجه من جهتي، والو 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 جامي جامي. كاين اللي يقول لي مثلا، كاين اللي ما يعرفش القصه يقول اه، يقول في راسه اه هذه كنا تدارت، راه والو خوتي شي حاجه من جهتي ولكن كاين الله. واخا واحد الكلمه ديما تنقولها، اللي سمح في حقه راه تياخذ الدق وراه عيط بزاف، والله ما يسمح في حقه، ولكن كاين ربي، كاين ربي اللي شوف اي واحد بغى يدير شي حاجه يراعي وجه الله، يراعي وجه الله، يراعي وجه الله، يراعي وجه الله، هادشي اللي يكون. وهذيك الدريه اللي بيناتنا راه الحمد لله راه كبرات، راه دابا هاني جدا هنا واخا دابا وقعوا لها مسكينه، حتى هي مشكل في اوراق ديالها، يلا جدا غير عام هادي، ولكن ان شاء الله راه حنا غادي بشويه بشويه، وتا هي مسكينه تشوف حياه زوينه، تاهي في حياتها ما بغيناش هي شوف ما بغيناش تعيش هذاك الشيء اللي هي ملي كان صغير. اقسم بالله ما كنا عمرنا ما كنا نعاودوا لها شنو طاري، ما عمرنا عاودنا ليها
يعني الطرف الثاني راه دار لك ولا فعل لك ولا ما عطاكش ولا حتى كبرت هذا شافت بعينها وانت شافت هادشي اللي تشوف فيه دابا واللي كتشوف فيه ملي ولات وبغيناها تكون وبغينا لحد الان ما تازمش حتى دابا ما كاين والو راه هذيك ترخل انا مخليها ابارت خلينا ابارت تنقول لها دابا اش تنقول لها تنقول لها دافع راسك قرايتك وقرايتك وشوفي مستقبلك القدام وكاع اللي غادي يوقف لك في عقبه في طريقك وعارفه غادي يأزمك بعدي من صافي وصافي حنا كنمشيو عاجن بالحيط عاجن بالحيط حنا نمشيو عاجن بالحيط وبالسلم وبالامان وصافي خوت راه خوتي حنا كاملين ما فينا لبله ما فينا مشاكل ما فينا صداع ما فينا غوت ما فينا من بغون ادو حد من جامي واش ادينا شي حد الحمد لله ملي كنا ملي كنا في المخده كترتاح ملي تنقول لكم يعني جامي ما ادينا شي حد نهضر على المجموع يعني انا خوتي اللي والدهم اللي امي كاملين ما عمرنا ادينا شي حد لا من ادو ومنهم جدي منهم جده منهم اخوالي منهم عمامي احنا عائله هكا في العائله كامل الوحيده اللي طلع هذا المشكل وهذا الطلاق راه هي انا راه عائلتي كامله لا راجل اللي تزوج بمراه يلصق عليها وتلصق لي وانا اختي خديجه كتزوجت تزوجت على صغيره كتزوجت راه الحمد لله عمرها راه جايه دابا 30 عام راه جايه 30 عام باش مزوجه اختي راه تزوجت على صغيره خديجه وراه تبارك الله بوليداتها وبناتها راه متزوجو راهم تبارك الله راهم كاين اللي ولدت واختي جميله الحمد لله صدق لها زواجها مع ولد الناس يعني راه الوحيده اللي طرا لها هذا البروبليم في حياتها في العائله هي انا وباقي صدقها فيه باقي فيه ولكن الحمد لله باقي فيه الحمد لله هاي باقي شهر معها وهذا الشيء واقي لي لاصق فيا خاصني نبدا نتابع الله راه خاصك تقلع الدار فين نمشي ما عرفت ما عرفت فين كيمشي يلا زيدي زيدي طلعي ما تهبطي غنمشي عند المحامي حق الكتاب نشرب ياك كاس تاع عندي لا نمشي بحال شربناه يا الله يغفر لكم اخوتي راه كانت جي لقيتها يلاه عاد دخل الدوك واش راه شديتها وانا بلا 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 سخنت الدوش وخليت الدوش راه كنا تحرق يلاه السلام عليكم يلاه بالسلامه عليكم اخوتي وشوفوا اللي يكتب ويقول لكم نتوما تتشكوا على مشاكل حنا اخوتي راه كاين نقولها لكم قال راه تنعاودوا حنا تنشاركوا معاكم اللي طاري لنا كيما عيطت لي واحد البنت قويله وقالت لي مهما نتوما تتشاركوا حياتكم مهما غنشوفوا الزين ونشوفوا الخير غنشوفوا الزين وغنشوفوا الخير قلت لها اه قالت لي اش قالت لي هي قالت لي غير الكومونتيرات اللي جارحه اللي قاسيه اللي المعيور هذا قالت لي ما خصوش يكون قلت لها هذوك عند الناس اللي تنهضروا عليهم دابا الله يلا السلام عليكم والسلام عليكم خوتي الله يحفظكم